مساء الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة من إين بوكس على قناة صدى البلد. النهاردة إن شاء الله معنا فقرات حلوة جدا، أبدأ لكم من الساعة الثانية. أول تاني ساعة من إين بوكس هيكون معنا فقرة عيش صح، وبعدها هيكون معنا إين بوكس أحلامك أوامر مع مفسرة الأحلام صوفيا زادة اللي هتكلمنا النهاردة عن تفسير رؤية المراية في الحلم. فخليكم بقى متابعينا للفقرة الثانية، وكمان ابعتوا لنا كل اللي عنده حلم وحابب إن هو يفسره ابعتوا لنا، وكمان كلمونا على التليفون. أما أول بقى ساعة من إين بوكس، ففي آخر فقرة هيكون معانا بنتين فكروا كده هم حابين إن هم يحموا تراثنا الفني والسينما المصرية، فقرروا إنه مشروع تخرجهم هيكون عن متحف للسينما المصرية. هم مش بس فكروا انه ده يكون مشروع التخرج بتاعهم، لا هم كمان شاركوا بيه في مهرجان الجونة، وكمان حصلوا على المركز الثالث. تابعونا بقى عشان نعرف تفاصيل اكتر عن فكرة متحف للسينما المصرية من خلال ضيوفنا اللي هينورونا، منة الله خالد وفريدة مصطفى. فخليكم متابعينا لحد اخر فقرة. الفقرة اللي جاية بقى هنتكلم معاكم عن حاجة لطيفة جدا كده، ويمكن من اسمها هو اليوم العالمي للطف. يمكن يوم 13 نوفمبر ده بقى اليوم العالمي للطف، فهنتكلم معاكم بقى عن الشخصيات اللطيفة، وامتى لما تقابل حد بتقول والله ده شخص لطيف، وهل انت بتعتبر نفسك شخصية لطيفة ولا لا؟ فخليكم بقى معانا للفقرة اللي جاية. دلوقتي بقى معانا موهبة كده غريبة وحلوة جدا. يمكن احنا طول الوقت بيكون معانا نماذج لناس بتحب ان هي توري فنها للناس بأشكال مختلفة، وانه طول الوقت بيحاولوا انه لو عندهم موهبة يطوروا فيها وان هم يعملوا الحاجة المختلفة. والموهبة اللي معانا النهاردة هي فعلا بتعمل حاجة مختلفة تخليك كده قاعد وعايز تركز في التفاصيل. معانا فنان تشكيلي هو اسمه أحمد رجب. أحمد رجب هو بيرسم، وبيرسم بورتريهات ولوحات لفنانين كتير جدا، ولكن بيرسم على ايه بقى؟ بيرسم على اللبان واللب. طبعا الحاجات دي زي ما هي معروف ان هي حاجات حجمها صغير جدا ودقيقة جدا، وصعب انه اي حد ممكن يرسم عليها بشكل كمان احترافي، بشكل اللي يبين كل التفاصيل. زي ما احنا شايفين دلوقتي دي نماذج من الحاجات اللي احمد رسمها. وهو مش بس بيرسم على اللب واللبان، لا هو كمان بيرسم بماتيريال تانية، يعني بيرسم بالشاي، بيقدر يرسم بالقهوة اللي هي القهوة السريعة، بيقدر كمان يرسم بالبهارات. طبعا كلها حاجات محتاجة تركيز بشكل كبير. والحلو كمان في الموضوع انه أحمد يمكن مش دارس، يعني ما دخلش مثلا كلية فنون جميلة أو حاجة. هو ده كان حلمه، ولكن ما قدرش انه هو يدخل الكلية اللي هو حبيبها، ولكن قدر انه هو يطور من نفسه ويطور من موهبته. عشان نعرف بقى ايه التفاصيل كده، وازاي قدر ان هو يرسم على الحاجات الصغيره دي جدا وكمان من غير دراسه، واكيد الموضوع ما كانش سهل، احنا معانا دلوقتي على التليفون احمد رجب. يا احمد. الو، ازيك يا احمد؟ عامل ايه؟ الحمد لله بخير. إيه والله زي حضرتك؟ الحمد لله انا بخير. يعني يا رب دايما بخير. احمد الصور حلوه جدا وصعبه جدا في نفس الوقت، انه حاجات بتبقى صغيره قوي وان انت ممكن يجي في دماغك ان انت ترسم عليها. احكي لنا كده الموضوع جه معاك ازاي من البدايه. هو في الاول كان الرسم بالنسبه لي كان عادي زي اي طفل بيحب يشخبط وكده. بعد كده حبيت ان انا اطور من الموضوع، اشتغلت على نفسي ووصلت لمرحله كويسه وجربت خامات كتير. بالنسبه للرسم الصغير انا كان يعني كان معايا في الاول لبانه، وكان معايا الادوات وهي وقعت مني، فجبتها وجربت احاول ارسم عليها عين. العين ظبطت تمام معايا. بعد كده حبيت ان انا اتحدى نفسي اكتر وارسم بورتريه كامل في المساحه دي. جربت ويعني ممكن فشلت مره واثنين وثلاثه، بس بعد كده رسمت البورتريه كامل عليه. بعد كده حبيت بقى ان انا اجرب في مساحه اصغر. رسمت على اللب ورسمت على سكر الدايت اللي هو زي البرشام. ازاي على السكر؟ لا سكر الدايت اللي هو شبه القرص بتاع البرشام. حاجه مدوره صغيره بالظبط. الادوات اللي استخدمتها في الرسم على المساحات الصغيره كان قلم احنا شايفين دلوقتي صوره اهي، ده على السكر الدايت صح؟ تمام. ده كان صوره ايه بس عشان مش شايفه؟ احمد حلمي كان صح؟ فنان احمد حلمي. بالظبط.
الأدوات اللي استخدمتها في المساحة الصغيرة، في حاجات رسمها بقلم سنون عادي، وفي حاجات بألوان أكوريل وفرش صغيرة جدا. طيب أحمد، أنت مش دارس صح؟ لا، ما درستش رسم، هو الموضوع من الأول هواية. طورته بقى إزاي؟ يعني موضوع صعب جدا. زي ما قلت حضرتك، هو كان في الأول رسم عادي. بعد كده بقيت أعمل سيرش وأشوف وأتابع فنانين كبار وأشوف فيديوهات وأجرب مع نفسي لحد ما الحمد لله وصلت لمستوى كويس. طب ازاي برضو ان انت يعني الصورة بتطلع بالتفاصيل بتاعتها؟ يعني ان انت بترسم على مساحة صغيرة ورغم كده احنا شايفين تفاصيل كل حاجة. هو عشان من قبل كده كنت برسم في مساحة عادية. يعني انت بدأت الأول بالمساحات الكبيرة عادي؟ كنت برسم عادي، مفيش مشاكل في مساحات كبيرة. بعد كده جربت بقى على المساحات الصغيرة. طب وده ما خلاش الموضوع أصعب؟ يعني البني آدم لما بيكون واخد على مساحة معينة بيتحرك عليها وفجأة بتصغر، هي مش بتصغر حتة صغيرة، لا هي بتصغر خالص. بالظبط. هو الموضوع صعب جدا، وخصوصا لو برسم شخصية معينة. فهو يعني غلطت كتير وقدرت ان انا اعدل ده واقدر ان انا اطلع الشخصية على المساحة الصغيرة. طيب قول لي انت كده يعني رسمت مين ابرز الفنانين اللي انت رسمتهم؟ رسمت الفنان احمد حلمي، ورسمت كريم عبد العزيز، واحمد مكي في شخصيه الكبير، ورسمت محمد هنيدي في شخصيه رمضان مبروك ابو العالمين حموده، ورسمت اسماعيل ياسين ومحمد منير. حلو. طب وهل الصور دي وصلت لحد منهم مثلا، او عرفت انه مثلا الفنان اللي انت رسمه ده شاف الصوره او بعت لك فيدباك؟ قريب كان احمد حلمي نزل الصوره اللي هي على سكر دايت. وكتب عليها اتريني خاسر. حلو جدا. طب لما بيجي لك ردود افعال زي دي، سواء بقى من حد فنان انت بتحبه ورسمته او من الناس العاديه اللي بتشوف الفن بتاعك، بيكون ايه اكتر الكومنتس اللي بتجي لك، وانت بيكون ده رده ايه عليك، تاثيره عليك؟ اكيد الموضوع بيبقى كويس جدا وبيشجعني ان انا اكمل. يعني في الاول لما رسمت، بدات ارسم مساحات صغيره ونزلت على السوشيال ميديا، هو رد فعل الناس وهو اللي اداني حافز ان انا اكمل اكتر في المجال ده. طب قول لي يا احمد، يعني بما ان الموضوع اصلا يعني الموهبه مختلفه شويه، بتشارك مثلا في معارض، بتعمل ايه علشان تبين الفن بتاعك ده، ولا مكتفي بس بالسوشيال ميديا؟ لا، هو انا حقيقي مكتفي بالسوشيال ميديا، لان اصلا عندنا مفيش معارض للميكرو ارت، مفيش معارض للرسم ده. ممكن شاركت في معارض بلوحات بس كبيرة، لكن مساحات صغيرة لا، على السوشيال ميديا بس. طيب قول لي برضو ايه الخامات التانية اللي انت بشتغل بيها؟ يعني انا كنت شفت حاجات متهيألي انت عاملها بالقهوة وبالبهارات، في والشوكولاتات وكده. كنت راسم الجوكر بالبهارات، وكنت راسم محمد منير بالشوكولاته، ورسمت رسومات تانية بالشوكولاته ورسومات بالنسكافيه برضه. دي بتبقى رسومات عاديه مش مصغرات صح؟ لا لا، ده بتبقى رسم عادي، وكمان بتتحط في برواز ما بيحصلهاش حاجه، ما فيش مشاكل. ازاي بقى يعني بترسمها ازاي اولا؟ يعني ازاي بتتحكم فكره انه في حاجه باودر في ايديك، وازاي كمان ممكن ان انت تحافظ عليها او تخليها في برواز والناس ممكن تحتفظ بيها؟ يعني باودر مش بيقع؟ لا، هو بالنسبه للنسكافيه، فانا برسم مثلا بنسكافيه بلاك وميه، فبيبقى الموضوع بس بيبقى بالنسبه لي كاني برسم مثلا بالوان اكوريل. اوكي، يعني هي فهمت. فرشه والشوكولاته بتبقى شوكولاته سايحه، يا اما اللي هو شوكولاته باودر برضه. وازاي بقى بتحتفظ بيها بعد كده من غير ما تبوظ؟ بتتحط في برواز او هي زي ما هي كده، مش بيجرى لها حاجه، الالوان مش بتبهت او
او لون الشوكولاته يعني مش بيبعد او اي حاجه، يا اما بحطها في برواز وبتفضل زي ما هي برضو. طب قول لي يا احمد، بتفكر في ايه الفتره اللي جايه؟ يعني ناوي تعمل ايه؟ حابب انه موهبتك توصل بيها لحد فين؟ والله انا حابب ان انا اعمل مجموعه كبيره اكتر من اللي عندي من الرسم الصغير، واعمل بيهم معرض خاص بيا. حلو جدا، يعني ربنا يوفقك يا احمد ان شاء الله، وتقدر تستغل موهبتك تسلم يا رب احسن يا رب. استغلال كده، وربنا يكرمك ان شاء الله في كل اللي جاي. نورتنا. تسلم يا رب، ربنا يخليك. شكرا ليك. يعني ممكن يبدو للبعض ان هي حاجه بسيطه، ولكن بالنسبه للشخص نفسه فكره انه يكون عنده موهبه او حاجه بيعملها وهو بيحبها، وطول الوقت بيكون حريص ان هو يطور من نفسه، ويبقى طول الوقت كده عنده تحدي ما بينه وما بين نفسه، اكيد دي حاجه كويسه جدا، وخصوصا لو كانت بتسعده. ما تستهونوش باي موهبه عندكم، ما تستهونوش باي حاجه انتوا بتقدروا ان انتوا تعملوها ومميزين فيها، مدام دي بتكون مصدر سعادة بالنسبة لكم. فقرتنا دي خلصت، هنطلع لفاصل، بعد الفاصل بقى نرجع نتكلم عن اليوم العالمي للطف. خليكم معايا. زي ما قلت لكم كده انه النهارده المفروض انه العالم بيحتفل باليوم العالمي للطف. امتى بتشوف شخص وتقول عليه انه هو لطيف، او امتى بتشوف نفسك ان انت شخص لطيف؟ قبل بقى ما نتكلم عن مظاهر اللطف اللي تخليك تحكم على الشخص ده او تشوف انه هو بني ادم كويس، خلونا كده اقول لكم تفاصيل اكتر عن اليوم ده. اليوم ده اسسته مؤسسه الحركه العالميه للطف في سيدني سنه 98 بهدف نشر اللطف في العالم وتحقيق السلام ما بين الأفراد. عايز أقول لكم كمان أنه في منظمات غير حكومية في بلاد كتير تابعة لحركة اللطف العالمية دي، وهدفها بس أنها تنشر ثقافة اللطف في أنحاء العالم، وتخلي الناس إزاي يعني موضوع اللطف ده يبقى عادة يومية، إزاي نبقى بنصحى كل يوم وبنتعامل مع بعض بلطافة من غير ما حد يضايق حد، من غير ما حد ممكن يقول كلمة تضايق اللي قدامه. يمكن بقى في مظاهر كتير قوي للاحتفال باليوم ده، يعني ابرزها الابتسامه، ان انت تبتسم في وش الناس اللي حواليك، ان انت تبقى بتقول كلام طيب طول الوقت، ان انت كمان تحترم الاخرين. ممكن تعمل حاجات كتير قوي زي ان انت مثلا تزور مريض، او ان انت تقول كلمه كويسه لحد، او ان انت تتصرف بشكل لائق. ولكن زي ما بنقول كده انه دي مظاهر عامه، إنما إزاي بقى ممكن الأشخاص يبقى في ما بينهم كده نظرات أو حاجات تخليهم يفرقوا الشخص اللطيف من الشخص غير اللطيف؟ في ناس بتشوف إنه الشخص اللي بيود الناس بشكل عام، أو إنه طول الوقت بيكون في ناس بيسأل عنهم، مش شرط الناس دي تكون من دايرة المقربين ليه أو الناس القريبة منه، ولكن الأشخاص اللي بيعرفهم عادي، يعني شخص غير مقرب منه ولكن طول الوقت بيكون مهتم ان هو يسأل عليه او يطمن عليه، بيبقوا شايفين انه دي شخصية لطيفة. في ناس تانية بتشوف انه لما يكون حد بيحب يساعد الناس وبيحب الخير للناس وما بيترددش لو حد طلب منه اي طلب ان هو يساعدهم، ده بيكون شخص لطيف بالنسبة لهم. خلونا ناخد تليفون وبعدين ارجع اقول لكم تاني ايه العلامات اللي بين شخص اللطيف. الو هنا. ازيكم؟ ازيك يا هنا، عامله ايه؟ مش ازيكم بقى النهارده، ازيك بس. ازيك؟ سوري سوري، فاتت علينا الدار. ازيك يا هنا، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. كله حلو؟ اه الحمد لله. قولي لي يا هنا، امتى بتشوفي شخص وبتقولي عليه انه الشخص ده لطيف؟ بصي انا دايما بحس ان البني ادم اللي بيبقى طريقه تعامله بسيطه، مش متكلف في الكلام، سهل ان انت تتعاملي معاه من غير ما تقعدي تفكري انا لو قلت الكلمه دي هيفهمها ازاي. الشخص اللي بيحترمني وبيحترم مساحتي الشخصيه سواء الـ 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 الفعليه او الشخصيه جدا لحياتي. ايوه دي حاجه يعني انا انا بتضايق جدا مش من اي شخص، ولد او بنت، ست كبيره او راجل كبير، يعني ايا كان اللي بيتعدى مساحتي الشخصيه. لازم احنا واقفين تبقى في مساحه بيني وبينك. مظبوط. او صح. بيني وبينك. صح. ما يعني ما انت حتى لو كنت قد مامتي برضو لازم يبقى في مساحه، انت مش مامتي. الدايره اللي بتبقى حوالين الشخص المفروض ان محدش يدخلها. صح. وهي المساحه الشخصيه دي في حياتي، ما ينفعش تتطفل عليها، ما ينفعش تسالني اسئله انا مش عايزه اجاوب عليها. صح جدا. ما ينفعش تبقى
تبقى شخص طول الوقت عايز تعرف كل اخبار الناس اللي حواليه. دي حاجه. الحاجه الثانيه الشخص اللي وشه على طول مبتسم كده، ف حتى لو هو متضايق بيبان عليه ان هو متضايق، بس هو مش مكشر في وشك، مش مطلع كل الطاقه السلبيه في وشك. صح. فده شخص لطيف. حلو جدا. الشخص اللطيف اللي هزاره خفيف وما بيتعداش الحدود. مش عشان انا قاعده معايا مرتاحه يعني لازم ابقى بتريق مثلا على حاجه او حاجه مش حلوه عشان يبقى دمي خفيف يعني. بالظبط. لا خالص، مش محتاج ان هو ينم على الناس او يتنمر عليهم علشان يبقى دمه خفيف ولذيذ. لا، احنا ممكن نتكلم في حاجات كتير قوي، وحاجات كتير ليها علاقه بالشغل، بالدنيا، بالجو، بكل حاجه، وما نتعداش حدود بعض. صح. انا بشوف الشخص طبعا المغرور ده مش لطيف خالص. لا خالص خالص خالص. التواضع، اللي بيحب الاطفال، اللي بيحب الحيوانات، اللي بيعطف عليهم، كل دول بالنسبه لي ده شخص لطيف. والله انت قلتي كل حاجه يا هنا، انت ما خليتيش حاجه اقولها بعد ما تقفلي. طب قولي لي يا هنا، هل بتعتبري نفسك شخصيه لطيفه؟ بحاول يعني طول الوقت بحاول ان انا اكون لطيفه مع الناس، بحاول طول الوقت ان انا ابص على تصرفاتي. قبل ما انام كده بعمل زي تشيك ليست كده، اقعد اشوف انا عملت ايه وما عملتش ايه. الجمله دي انا ما كانش ينفع اقولها، لو حاجه تستحق ان انا اعتذر ليها بتكلم واقول انا اسفه، ما كانش قصدي او كده. لو طبعا في ميزه كده ان لما حد يديكي حاجه او حد يعمل لك خدمه او تطلبي حاجه من فضلك وشكرا ولو سمحت، دي اساسيات الزوج. لو وقتك يسمح، لو مش هتعبك معايا، الحاجات دي بتخلي الحاجه اللي انت تطلبيها حتى خفيفه على اللي قدامك. صح جدا، صح جدا يعني. فانا دايما بحاول ان انا اكون لذيذه مع الناس، ما احاولش ان انا بعد ما يمشي اقول يا ساتر اخيرا اخيرا. لا ما بحبش. انا دايما عايزه الناس لا تسال عليا وتقول لا انت لما ما كنت موجوده سبتي فراغ لما مشيتي، فبحس ان كده احسن يعني. صح. كده الطف ان انا اسيب يعني حاجه حلوه بعد ما امشي. صح. وانت سبت لنا حاجه حلوه يا هنا، نورتينا. ميرسي ميرسي. نورتينا جدا، شكرا ليكي. يمكن زي ما كانت بتقول هنا كده، هي قالت فعلا صفات كتيرة جدا ممكن تخلينا نقول على الشخص اللي قدامنا شخص لطيف. يمكن في حاجة كده موضة يعني، للأسف ان هي موضة الفترة اللي فاتت، انه حد طول الوقت يكون بيقول كلام سلبي، وزي ما بيقولوا كده هو كلام دبش، وما تيجي تواجهه او تقول له انا اتضايقت ان انت مثلا قلت كذا، او اتضايقت لما قلت لي كذا، يقول لك يعني طب اعمل ايه، انافقك، انا مشكلتي ان انا صريح. لا، هي دي مش صراحه، هي دي كلام مسيء، والكلام بيأذي نفسيا، والكلام بيضر اللي قدامك. بالعكس، لو حد بيحب حد وحد فعلا عنده تعليق على الشخص اللي قدامه، سواء في شكله او في تصرفاته، حلو ان انت تنصحه، حلو ان انت تقول له حاجه، ولكن الكلام ده يبقى بينك وبينه، مش لازم تقوله قدام الناس، ومش لازم تقوله بطريقه فجه عشان تبقى انت كده قلبك عليه وخايف عليه. لا بالعكس، ممكن ببساطه وبكلمه طيبه تقدر تخليه ان هو يعني ياخد باله من الكومنت اللي انت عايز تقوله له. طيب احنا معانا هاني. الو الو، ازيك يا هاني؟ تمام، ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله كله حلو. هاني، مين الشخص اللطيف بالنسبه لك؟ الشخص اللطيف بالنسبه لي اللي هو البني ادم اللي بيكون خفيف، بيكون مبهج كده شويه. حلو. طبعا ده غير اسلوبه يعني، بس هو ده الاساس بالنسبه لي. انا لما الاقي حد بالنسبه لي اقول عليه لطيف او اتشد له شويه، اللي هو الشخص المبهج الخفيف، اللي هو ما يحسكش مثلا بالوقت لما تكون معاه، او اللي انت بتلجا له بعد يوم صعب، بعد حاجه زهقان، الكلام ده كله. قعدته تقيله كده. بالظبط بالظبط. مش اللي هو هتقعد معاه هتكره عيشتك اكتر. يعني او هيخلي كل حاجه سوداويه حواليك او كده، لا خالص. يعني ما هتلاقيه بياخدك في حته ثانيه خالص كده، بعيد بقى عن كل اللي انت كنت تحكيه او الكلام ده كله. طب قول لي، هل انت بتعتبر نفسك شخص لطيف؟ وعادي على فكره ان احنا نقول على نفسنا ان احنا شخصيات لطيفه. هو يعني هو انا مش انا اللي مش هو مش انا اللي بقول بصراحه، هو الاشخاص اللي حواليا يعني اغلبهم هم اللي بيقولوا، سواء كان في الشغل او بره الشغل. ده برضه لان انا يعني واخد المنهج ده في حياتي، اللي هو انت دايما خليك خفيف على الناس اللي حواليك، وفي نفس الوقت حتى لو لقيت حد مش لطيف، بس يعني في وقت عارض او كده، بتحاول ان انت برضه بطريقتك تستحمله. وهو برضه يشيل لك ده بعدين. طب بتعمل ايه؟ يعني بتعمل ايه وبتبقى قصده علشان تبقى شخص لطيف او تخلي اللي قدامك يحبك؟ يعني بتحاول تخلي، يعني هو انا ممكن برضه عشان يكون دمي خفيف شويه، فبتحاول انت تخلق بهجه شويه في المكان. اوكي.
هي دي كل الفكره بالموضوع ببساطه، برضه ما يبقاش مفتعل وما يبقاش بطريقه تقفل اللي قدامك منك. ما تستظرفش يعني. بالظبط بالظبط. هي لو الملكه دي مش عندك فما تحاولش صراحه. ممكن تبقى لطيف بطرق ثانيه. بس هي الفكره كلها ان انت بتحاول تخلق جو عام كده. يعني مثلا لما الاقي ناس حواليا كتير بيتكلموا في حاجات كتير، بحاول ان انا اغير الموضوع بطريقه ما، يعني مش بسخر منهم برضه، بس لو يعني نغير الجو. مش عايزين نخش في حته نتقفل منها كلنا في الاخر. صح. فهو ده بالنسبه لي ان الشخص يكون كده، ان هو يكون خفيف على قلوب الناس اللي حواليه شويه. هو ده اللطف. دي حاجه مهمه جدا. يعني. اكيد بالظبط. اكيد. نورتنا جدا يا هاني. شكرا. يعني تخيلوا كده معايا يا جماعه انه الناس كلها يعني فجاه كده بقوا لطفاء مع بعض. يعني الناس كلها ماشيه بتبتسم في وش بعض، الناس كلها ماشيه بتقول كلام حلو لبعض، وحتى لو يندرج تحت كلمه المجاملات فهي المجاملات حاجه مش وحشه ما دام مش في اطار النفاق او ان انا بقول حاجه مش حقيقيه. لا، انا بجاملك علشان انت تستاهل ان انت تتبسط او تستاهل انه يتقال لك كلمه حلوه. يمكن في دراسات كمان علميه اتعملت على موضوع اللطف ده. لقيت ايه بقى الدراسه العلميه اللي معانا؟ بتقول انه الاعمال اللطيفه دي بتزيد من سعاده الافراد. بمعنى ايه؟ بمعنى انه لما انا بعمل حاجه لطيفه لحد، يعني بساعد مثلا حد محتاج او حد طلب مني خدمه وانا عملتها له، انا مش بس حسسته هو بالسعاده، ولكن السعاده دي عادت عليا مره تانية. في دراسه بقى تانية بتقول انه اللطف او الخدمه اللي انا بتقبلها من الاصدقاء او من الاسره بتعود عليا بالسعاده اكتر من الاشخاص الغرباء. ولكن انا يعني مش مع قوي الحته دي، بحس دايما انه الخير لما بنعمله او انه لما بنقدم فعلا مساعده لحد احنا ما نعرفوش بغرض بس ان احنا نبسطه، بيكون مقدار السعاده مضاعف اكتر. معنا تليفون من ألفت. الو. الو، ازيك يا ألفت؟ ازيك يا نور، عامله ايه؟ الاخبار عامله ايه؟ تمام الحمد لله. مين الشخصيه اللطيفه بالنسبه لك؟ بصي، انا دايما بشوف الشخصيه اللطيفه في حاجتين، الشخص اللي حضوره خفيف، مش اللي هو يعني مش بيستغرب، لا هو بالظبط. يعني هو ممكن يكون شخص كويس جدا وكل حاجه، بس هو تقيل، عارفه اللي هو لما تقعدي معاه تحسي ان انت مش مرتاحه، مش على طبيعتك. ففي هي بتبقى طبيعه، انا بحس دايما ان اللطف ده حاجه طبيعيه. يعني ممكن يكون شخص كويس ومحترم وشغال حلو وكل حاجه، بس هو لطيف، فاهمه؟ يعني تحسيه مش مريح كده. صح. دي حاجه اللي هي الحضور الخفيف. الحاجه الثانيه بقى، الناس اللي بتتعامل مع حيوانات بلطف كده وحنيه. ده بقى يعني بصي بشيله فوق راسي كده اول ما الاقيه، ما حدش بيأذي الحيوانات، بياكلهم، فبحس ان هو بتاع بتحسي انه في قلبه رحمه جدا جدا. ودي تبقى حاجه بقى ايه اللي هي نبع من جواه، هو مش بيصطنع، هو مش بيعمل كده عشان يلفت الانتباه، لا هو طبيعته رحيم ولطيف بالمخلوقات اللي حواليه، فطبيعي يكون مع الناس لطيف. انت بقى شخصيه لطيفه؟ انا على فكره عايزه حد يتصل يقول لي انا بشوف نفسي شخص لطيف، لانه كل الناس او يعني كل المكالمات اللي جات لي بتقول لي انه الناس شايفاني كده. هو مهم قوي على فكره الانسان يبقى عارف مميزاته ايه. بس انا في الحاجتين اللي قلت لك عليهم. ايه هما؟ الحيوانات. ان انا حضوري خفيف والحيوانات معاها لطيفه. يعني حلو جدا. طب انا كنت لسه بقول انه في دراسه كده بتقول انه مقدار السعاده اللي بنحس بيها لما بيكون في لطف مع العيلة أو الأصدقاء بيكون أكبر من لو حد غريب. بس أنا ضد. أنت مع ولا ضد؟ لا أنا كمان ضد، لأن طبعا كده كده يعني أصحابنا وعائلتنا يعني طبيعي إن إحنا نكون لطفاء معاهم ونساعدهم ونخدمهم ونديهم عينينا كمان. بس أنا بحس كمان إن اللطف الأكتر إن أنت تخدم حد ما تعرفوش. بالظبط. مفيش بينك بينه أي حاجة، ما تعرفش أي خلفية عنه. صح. ممكن يكون شخص مختلف تماما عنك بس أنت ما تعرفش، فأنت بتساعده. صح. كمية بقى كمان الدعوات اللي بتحصل لك من لما بتساعدي حد غريب ما تعرفيهوش بتبقى عظيمة جدا. فكرة ان الشخص اللي قدامك ما بيبقاش متوقع اصلا ان انت تساعديه وانت ما تعرفيهوش. المفاجآت دي كلها بحسها لا يعني حاجه لطيفه جدا. يعني صح جدا. نورتينا يا ألفت. ميرسي جدا. شكرا. يمكن عايزه اقول لكم برضو انه في دراسه بتقول ايه بقى، بتقول انه اللطف ده او الشخصيه اللطيفه او اللي بتتعاطف مع الناس بتمتلك صحه جسديه ونفسيه اقوى، بيحس بالرضا ومعدلات التوتر والقلق بتكون اقل لما بيساعد الناس او بيحاول ان هو يكون شخص لطيف مع الناس، وده كمان بيقوي جهاز المناعه. ده غير كمان انه اللطف مفيد جدا لمرضى
الاكتئاب ومفيد كمان لمرضى للإدمان والأمراض النفسية واللي بيأثر عليهم من حيث سرعة التعافي وتخطي الشعور بالوحدة وبيزود ثقتهم في نفسهم. أكيد أكيد إحنا مش عايزين يوم عالمي للاحتفال باللطف، إحنا عايزين كل يوم يكون فعلا فيه لطف، إن إحنا نبتسم في وش بعض، إن إحنا نسمع لبعض، إن إحنا ما نرميش كلام دبش، إن إحنا طول الوقت يكون لساننا طيب، بنقول كلام حلو، بنقول كلام يرضي اللي قدامنا ما يضايقهوش، ما نتكلمش عن الناس في غيابهم، وكمان يكون فيه ود كده، وإن إحنا نكون بنسأل على كل الناس وأكيد ما نترددش أبدا في مساعدتهم مدام في مقدرتنا. فقرتنا دي خلصت، هنطلع لفاصل وبعد الفاصل بقى يكون معانا منة طلاق خالد وفريدة مصطفى أصحاب مشروع متحف السينما المصرية، خليكم معانا. يمكن كلنا كده في مرحلة الجامعة في آخر سنة بالتحديد بيكون كل همنا أو كل اللي بيشغل بالنا هو مشروع التخرج اللي احنا هنعمله. في ناس بيكون بالنسبة لها مشروع التخرج ده حاجة أنا هعملها وخلاص عشان أنجح وخلص الجامعة والحكاية دي كلها، وفي ناس تانية بيكون فعلا عندهم فكرة وحابين إن هم يقدموا حاجة تساعد بيها الناس وحاجة تكون بتشغل بالهم، وده فعلا اللي عملته أو اللي عملوه ضيوفنا النهاردة، إن هم فكروا في حاجة مهمة جدا وهي تراثنا الفني إزاي يقدروا يحافظوا عليه ويوثقوه. عشان كده فكروا في فكرة متحف للسينما المصرية. مش بس الفكرة يعني وقفت لحد هنا، لا هم كمان شاركوا في مهرجان الجونة وقدروا ان هم يحصلوا على المركز الثالث، ويمكن ده يخليهم كده او يساعدهم ان هم يلاقوا مستثمر او يلاقوا اي حد يساعدهم وينفذ لهم فعلا الفكرة على ارض الواقع، ويكون معانا او يكون عندنا سينما او متحف للسينما المصرية. خلونا كده نرحب بمنة طلاق خالد. ازيك يا منة؟ الحمد لله. الاخبار؟ الحمد لله. وكمان فريدة مصطفى. ازيك يا فريدة؟ عاملة ايه؟ منورين. ميرسي. يعني احكوا لي كده في البداية فكرة السينما، ايه اللي خلاكم ان انتوا عايزين تتجهوا ليها او ان انتوا تعملوا متحف للسينما المصرية؟ هي الفكرة جت بعد ما سمعنا عن كتاب اسمه بورين سينماتيك ايجيبسيان، ده كتاب لدكتورة اسمها دكتور مروة صح، بتتكلم عن انه محتاجين نعمل مكتبة ارشيفية للسينما في مصر. فمن هنا جت الفكرة انه طب ليه ما نقف عند فكرة مكتبة ارشيفية، ليه ما نعملش متحف للسينما ويبقى متحف فكرته مختلفة كمان وبيستخدم يعني تكنولوجيا مختلفة تساعد انه يعني جميع الاعمار تستمتع بالتجربة يعني. بس طيب فريدة احكي لنا اكتر عن رؤيتكم للمتحف، يعني عاملة ازاي؟ يعني اما ادخل متحف سينما المفروض ان انا مثلا جوه اشوف ايه او الاقي ايه؟ بصي، هو مش هيكون متحف، مش هيكون متحف زي يعني متاحف كتير في مصر او اغلب المتاحف في مصر، انه بتخشي تتفرجي على حاجات وتقري مثلا جنبها اي نوتس او كده بتشرح الحاجات دي وخلاص. لا، هو هيكون فيه تكنولوجيز كتيره جوه المتحف ده، هيبقى فيه ليه فلو معين. يعني هما هيبقى متقسم 7 ديبارتمنتس، 7 اقسام جوه المتحف، فبتخشي هي كلها على بعض تجربه، كلها مربوطه ببعض وكلها بتكمل بعض. فلما بتخشي مثلا القسم الاولاني بتعرفي عن التاريخ عامه، بعد كده القسم الثاني مثلا تعرفي عن انواع الافلام واشهر الافلام وتعيشي جوه مشاهد بقى من الافلام دي بسبب يعني بتقنيات الفيرتشوال رياليتي والاوجمانتد رياليتي والحاجات دي. احنا معانا ده فيديو، ده التصور اللي انتوا عاملينه للمتحف بتاعكم. ده المفروض الديبارتمنت الاولاني اللي هو آلة الزمن التايم كابسول، والديبارتمنت اللي بعده اللي احنا عملنا بس تصور في تو ديبارتمنتس بس، ده والتاني اللي هو بتاع انواع الافلام واشهرها. اوكي. وهو هيبقى بيضم كمان طبعا قطع اثريه ومقتنيات قديمه او للفنانين ومثلا الكاميرات القديمه وكل الحاجات دي، وفي نفس الوقت هيبقى ليهم ريبليكاز يعني مستنسخات تقدر ان احنا نقدر نستخدمها وقتها في المتحف ونجرب ونتعلم وكده يعني. يعني المتحف هيكون فيه مقتنيات، يعني مش بس فكرته قايمه على صور او مشاهد او افلام، لا في حاجات تخص التصوير، تخص الديكور، الحاجات دي كلها. كل بالظبط. يعني هيبقى فيه قسم للبرودكشن لوحده، ده هيكون فيه برودكشن بقى من اول ما السينما بدات لحد النهارده، كل الكاميرات
كانت عامله ازاي واتطورت ازاي والمونتاج وكل الحاجات دي. قسم تاني برضو للازياء اللي يعني لبسوها الفنانين في افلام والحاجات المشهوره يعني قوي، برضو الناس هتقدر تجربهم عن طريق زي مرايه كده فيرتشوال. حلو. فكل حاجه هيبقى من الزائر او بيعمل حاجه على سبورتد بالتكنولوجي، يعني كل حاجه هتبقى بالظبط تكنولوجي فيها علشان تخلي الناس تعيش التجربه. حلو جدا. بس هل ده معناه ان هو سينما بس مفيش مسرح ولا في دراما؟ لا. انتوا بس مقتصرين على فكره السينما. طب هل السينما ابيض واسود ولا كله؟ لا لا، كل حاجه. يعني حتى كمان لما فكرنا نعمل الهول اوف فيم في المتحف قلنا احنا مش هنعمل هول اوف فيم فيها ممثلين بس. احنا قلنا هنضم كل اللي بيشتغلوا في الصناعه، لانه دايما بنحس اللي ورا الكاميرا بيبقوا مظلومين شويه. صح. فقلنا انه الهول اوف فيم دي حتى لازم يكون فيها كل اللي قايمين على الصناعه، مخرجين ومنتجين و تصوير ومثلا اللي بيعملوا الموسيقى وكل الحاجات دي، موسيقى تصويريه والحاجات دي. فاحنا هنبقى بنضم كل حاجه ليها علاقه بالسينما. حلو جدا. طيب منى قولي لي، يعني مين من وجهه نظركم كده وانتم بتعملوا المشروع شفتوا انه دول من اهم الشخصيات المؤثره في تاريخ السينما المصريه واخترتوهم بناء على ايه؟ هو احنا يعني مثلا حد زي يوسف شاهين، مخرج كبير يوسف أكيد. شاهين، فده برضو اكيد هيبقى ليه يعني مكان كبير في المتحف وجزء كبير ليه، وبرده ممثلين كبار زي احمد زكي وعمر شريف وهكذا. هو احنا هنختار على حسب يعني الممثلين اللي اثروا فعلا في الصناعه، عملوا حاجه يعني ادت للسينما. بس وما فيش حد من جيل الشباب؟ لا اكيد هيبقى فيه برده يعني اكيد مثلا خالد الصاوي. يعني مش عايزه اكون منحازه لاي حد فعلا، بس هو في ناس كتيره قوي يعني فعلا بيدوا كتير للسينما وهيبقوا بيستحقوا انه يكونوا موجودين في المتحف ده، واحنا فعلا مش عاوزين نبقى بنيجي على حد. يعني دلوقتي اكيد مش كل الاسماء هتبقى حاضره في دماغنا، بس يعني كل حد اكيد شايفين ان هو ادى بجد قيمه وادى حاجه للسينما المصريه اكيد هيكون ليه مكان في المتحف. بالظبط. يعني ما حدش هيبقى مهدور حقه ابدا. لا. حتى لو حد مثلا ممكن في ناس كده بيكونوا ممثلين فعلا وشاطرين جدا او ناس عملت حاجات مهمه جدا بس الناس ما تعرفهاش بالاسم، يعني ممكن تبقى عارفاه بالدور بالشكل. حتى فكرنا في كومبارس يعني اللي هم بتوع زمان. حلوه قوي. حلو جدا. يعني هم بالظبط دول فعلا معروفين بالشكل بس عمرنا ما نعرفش اساميهم. صح جدا. طب قولوا لي ايه التقنيات اللي هتستخدموها في المتحف دي؟ في الاوجمانتد رياليتي اللي هي لما انا مش عارفه الصراحه اسمها ايه بالعربي يعني، بس هي انه فكره ان انت بتشوفي مثلا بتسكان مثلا كيو ار كود في حته معينه وتشوفي مثلا ممثل قدامك. يعني هي دي مثلا فكره الهول اوف فيم عندنا، انه حاجه مجسمه يعني بتشوفيه يعني اكنه واقف قدامك مثلا، اكنه المج ده هو. أيوه. بس بتشوفيه من خلال شاشه الموبايل. أوكي. مش بتشوفيه في يعني كده. فمثلا الهول اوف فيم علشان تقدري تشوفي الممثلين والناس اللي هم موجودين في الهول اوف فيم دول، هتشوفيهم يعني كتير منهم مش هيكونوا اصلا موجودين. ومش عاوزين نعمل تماثيل، فمثلا دي هتبقى التقنيه اللي بتشوفي بيها الممثل، وتقدري يعني لو انت ماسكه الموبايل وشايفاه قدامك لو رحتي ورا الكاميرا هتبقي بتتصوري معاه، فحد ممكن يصورك معاه. فاهمه قصدي؟ دي عايزه اسالكم سؤال، يعني ما كنتوا بتفكروا في الفكره دي، هل هي كانت بس جاوبوني بصراحه، هل هي كانت فكره مشروع تخرج وبس ولا انتوا فعلا يعني عايزين تعملوها بجد؟ لا هو احنا من الاول احنا بنقول للدكتورز بتوعنا احنا هننفذ المشروع ده. ايوه. هو يقول لنا ان شاء الله طيب نخلص المشروع بعدين نبقى نشوف. بس انتوا كام حد في المشروع؟ احنا 8. احنا 8. اوكي. بس يعني احنا مش طبعا مش كلنا عارفين مين. يعني قولوا لي مين كان صاحب الفكره ومين بعد كده بلورها، بعد كده بقى ابتديتوا تشتغلوا مع بعض. هو فريده يعني اللي جالها الفكره في الاول، وبعدين بقى قعدنا كلنا نشوف بقى يعني كل ديبارتمنت مثلا ايه ممكن كل واحد يزود عليه فكره او كده يعني. اوكي.
طيب احكي لي بقى منا كده عن مهرجان الجونه. ازاي قدمتوا المهرجان الجونه؟ كانت تجربه جميله جدا بجد. يعني احنا يعني صراحه يعني بس احنا مبدئيا احنا كل حاجه جت مشت بصدفه البحته. يعني احنا لقينا انا لقيت ابلكيشن لجيميناي افريكا عن الكومبيتيشن اللي هي البيتشنج كومبيتيشن اللي هتتعمل في الجونه. ده يوم ما كسبنا. اوكي. بس وقدمت عليها وقلنا انه عشان احنا كنا في المرحله دي كنا بقى بندور انه احنا عايزين نعمل مشروع بقى بجد ونحاول نحققه على ارض الواقع وكده. فعملنا الابلكيشن واللي هو بجد ما فيش دماغنا اي حاجه خالص انه ممكن حد يرد علينا اصلا. ايوه. بس يعني بعديها بكام يوم بجد حد كلمنا وعملنا معاه انترفيو والموضوع مشي وقال لنا انتوا تمام واكسبتد انه تدخلوا من 150 حد تقريبا قدم وهتدخلوا في الكومبيتيشن وانتوا 10 يعني 9 تانيين. احنا كلنا كنا 10. كانت ايه بقى الاعمال اللي بتنافسكم؟ يعني مثلا كان في هي صراحه اغلب الاعمال كلها حاجات يعني هي كلها حاجات ليها علاقه بالسينما. كلها حاجات ليها علاقه بالسينما او الميديا عامه. ووصلت لمرحله اكبر مننا شويه. يعني احنا كنا عند مرحله اصغر ناس وبس مرحله الفكره. هم اغلبهم يعني تقدموا شويه في الموضوع. يعني نفذوا حاجه محتاجين بس ممول عشان يكبروا مثلا مجال الشغل كده. بس احنا كانت مجرد فكره يعني. ايوه بس انتوا فزتوا بمركز ثالث. بالظبط. دي حاجه كويسه جدا. غير متوقعه. بالظبط. قولي بقى ازاي فزتوا بالمركز الثالث؟ انا عايز اقول لك ان احنا قبل احنا كان 10 ايام ما بين اليوم اللي يعني عرفنا فيه ان احنا هنروح نعمل برزنتيشن في الجونه والبرزنتيشن. فاحنا كنا يعني الموضوع كان متر جدا بالنسبه لنا. احنا مش عارفين هنعمل ايه. احنا المفروض نبقى بنبيتش في 4 دقائق. نعمل برزنتيشن دي في 4 دقائق ونقول حاجات ليها علاقه بالبزنس. احنا مش فاهمين حاجه في البزنس. احنا خريجين ماس كوم يعني مش فاهمين اي حاجه. فقررنا خلاص احنا هنتكلم عن الفكره. احنا هنقول لهم قد ايه هنوريهم قد ايه احنا باشنت بالفكره. هنوريهم قد ايه احنا الفكره دي بجد احنا يعني عايزينها وقد ايه هي حلوه وكده وبس وهنشوف ايه اللي هيحصل. بس ففعلا قعدنا يعني وضبنا البرزنتيشن وكده وفي دكتور من عندنا في الجامعه دكتور حليم هو الصراحه ساعدنا قوي واحنا بنحضر البرزنتيشن دي. يعني قال لنا ازاي نفوكس على الفكره وازاي نبقى لما هو يتفرج واكنه هو مش عارف اي حاجه لما هيشوفها هيفهم الفكره كويس. هيشوف البرزنتيشن هيفهم الفكره حل. كويس. بس ورحنا بقى وقدمنا وكسبنا. حلو جدا. طب وقت بقى ما قدمتوا وعرضتوا فكرتكم ايه اكتر كومنت سمعتوه على المشروع بتاعكم ويمكن بالتحديد من لجنه التحكيم اللي كانت بتضم شيرين رضا والمخرج امير رمسيس؟ يعني انا كنت قاعده مركزه مع شيرين رضا. كلنا لو احنا كنا كلنا نركز مع شيرين رضا بالرياكشنز بتاعها وكده. هي بجد كانت متحمسه قوي للفكره وعماله تقول انه لا نعملها هنا في الجونه والمتحف ده حلو قوي. وكانوا متحمسين زين قوي كلهم يعني للفكره الصراحه. بس ومبهورين ان احنا صغيرين. وحتى اصلا يعني مستر عدلي توما اللي هو سي او بتاع جيميناي افريكا قال في الايفنت ان احنا اكشوال جراديشن بتاعتنا كانت تاني يوم. كان تاني يوم من الايفنت. يعني احنا رحنا جونا ورجعنا تاني اللي هو احنا فوزنا. مش هينفع ما ناخدش فول ماركس. بس قال بقى ان احنا اصغر ناس وان احنا الجراديشن بتاعتنا بكره وكده. فيعني لا هم كانوا مبسوطين بينا قوي يعني صراحه. اوكي. طيب قولوا يعني برضو المهرجان اكيد بيفتح في دماغكم حاجات او بيخلي كده حاجات تحبوا ان انتوا تضيفوها حاجات تطوروها في الفكره بتاعتكم. هل ده حصل فعلا؟ هو اكيد احنا في كان يعني بعد اليوم هو ده كان يوم 24 يوم 26 كان في كلوزد ايفنت في الجونه. المفروض انه بنقعد مع ناس يعني في الاندستري وكده يقولوا لنا رايهم في الفكره وازاي احنا ممكن نبداها او المفروض نبقى بنعمل ايه دلوقتي او كده. فكانوا كذا حد قال لنا انه يعني هم شايفين انه احسن نبدا حاجه اونلاين الاول وبعد كده لما تكبر نبدا نعملها حاجه في الارض الواقع اللي هو يعني تبقى متحف فيزيكال يعني. ايوه. علشان ده متحف عملاق يعني او ده مشروع عملاق ولازم تدخل الدوله بقى وده هيبقى بيكلف كميه فلوس كتير قوي. كتير طبعا. فقالوا لنا ممكن تجربوا تبداوا مثلا ديبارتمنت منهم يكون اونلاين ولو لقيتوا انه الناس عاجبها وان الناس مقبله عليه وكده ممكن يعني تلاقوا انفسترز اكتر. بس على الاقل تبقوا بداتوا تابلاي جزء من فكرتكم يعني.
بس انا هل اقتنعتوا بالكلام ده ولا حابين لا انه حد يتولى الفكره بتاعتكم وينفذها فعليا على ارض الواقع؟ انا شخصيا لا، هو الصراحه مش قوي يعني. انا الاراء منقسمه شويه يعني. مش قوي، عشان هو علشان الموضوع يطلع زي ما احنا متخيلينه هو لازم يبقى حاجه فيزيكال، المتحف حقيقي الناس بتخش وبتعيش التجربه فيه. هي الفكره عشان احنا كمان جربنا يعني، احنا يعني انا لما فكرت في الاول خالص في الحوار ده كان كنت انسبايرد اساسا بالمتاحف بره مصر. فهي دي الفكره، ان هو مش هتبقى زي ما، مش هتبقى حلوه، مش هتبقى حلوه زي ما هي ملموسه، زي ما انا شايفه الحاجه قدامي. بالظبط بالظبط. يعني انا لو انا بتمشى على سكرين في وسط مكان فيه كاميرات، فين بقى ان انا اجرب وفين ان انا عشان الهدف في الاخر ان انت يعني تتعلمي من ان انت بتعملي الحاجه، او يعني تاخدي المعلومه بالزبط. من ان انت بتعملي الحاجه. طب فكرتوا انه لو فعلا المتحف ده خلاص هيتنفذ، المقتنيات والحاجات دي هتقدروا تجيبوها منين؟ سواء لبس مثلا لفنانه في دور معين، كاميرا قديمه، الحاجات دي كلها. هو في اكيد وزاره الثقافه اكيد هيبقى عندها اكسس لحاجه زي كده، فيعني احنا اكيد هما هيبقوا معانا في حاجه زي كده. وفي كمان اكيد كولكترز تانيين، وفي عائلات الفنانين دول اكيد ممكن يبقى عندهم برضو مقتنيات، ف يعني اكيد الوزاره ممكن تبقى عندها باور اكيد. بالظبط، يعني ان هي تنسق كل الحاجات دي. طب قولوا لي، بعد مهرجان الجونه هل فكرتوا تشاركوا في مهرجانات تانية او اماكن تانية تعرضوا فيها فكرتكم؟ هو احنا المفروض كنا هنروح يوم الاثنين اللي فات اسكندريه في تكني سامت، كانت شغاله هناك بقى 3 ايام، فاحنا كنا عندنا ايفنت المفروض يوم 9، بس يعني للاسف نظرا للظروف يعني كورونا وكده، فيعني فالايفنت بتاعنا احنا تأجل. الايفنت بتاعنا تأجل بس لسه مش عارفين امتى. بس هو ده برضو يعني ده تبع جيميناي افريكا برضو، بس احنا لسه ما جربناش نخش تبع يعني اي مسابقات او اي سامتس تانية او اي بيتش بريزنتيشنز تانيين تبع حدا تاني لسه غير جيميناي صراحة. فاحنا معاهم يعني لسه سو فور. بس هما المفروض انه هما عاملين زي ديدلاين سنة، انه في خلال السنة دي هما هيبقى احنا بالنسبة لهم سكسس ستوريز لجونا فيلم فيستيفال السنة الجاية، ان احنا نكون البروجكت طلع للنور اكتر، او سواء بقى بدا يتحقق او الناس عرفته بشكل اكبر، او في حد قرر ان هو يدعم الفكره بتاعتكم. يعني منى وفريده نورتوني جدا جدا، بشكركم، وان شاء الله كده يعني السنه الجايه، لا يعني انا مش عارفه انا طماعه ولا لا، بس السنه الجايه يكون في متحف للسينما المصريه، يكون كده فكرتكم وتتنفذ على ارض الواقع. بشكركم جدا ونورتوني. ميرسي قوي. شكرا. خلصت فقرتنا، هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل عيش صح، وبعدها ان بوكس احلامك اوامر. خليكم معانا.